حراك نيابي متسارع يشهده مجلس النواب في محاولة للإسراع بإجراء تغيير وزاري. في الجلسة 20 ضمن الفصل التشريعي الحالي لم تكن الأوضاع على ما يرام. كتلة الأحرار انسحبت من الجلسة لمدة نصف ساعة احتجاجا على قرار رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي أعطى من خلاله العبادي مهلة أسبوعين لتقديم الوزراء الجدد للتصويت عليهم، غير أن انسحاب الأحرار أفضى إلى نتائج تكللت بتقليص مهلة العبادي إلى 3 أيام فقط. تم انسحاب كتلة الأحرار من داخل قبة البرلمان باعتبار أنه هذا البيان بيان شكلي وبيان يعارض ما الآن الشارع والمعتصمين والمظاهرات القائمة. أعتقد أنه هذا البيان بعد انسحاب كتلة الأحرار تم هناك مداولة مع بعض الشخصيات ورؤساء الكتل. أعطيت المهلة لحد لغاية الخميس على رئيس الوزراء أن يأتي بحزمة الإصلاحات. نواب البرلمان صوتوا أيضا على مساءلة رئيس الوزراء في جلسة الخميس المقبلة في حال لم يأتي العبادي بكابينته الوزارية الجديدة. يأتي هذا متزامنا مع رفض التحالف الكردستاني إقالة أي وزير من تحالفهم لأسباب أرجعوها إلى غياب الرؤية الواضحة للتغيير الوزاري. السيد العبادي لحد الآن لم يقدم أي صورة واضحة أو برنامج واضح، رؤيته للأمور ضبابية وبرنامجه ضبابي، لذلك الكتل الكردستانية والكتل الأخرى تطالب السيد العبادي ببرنامج واضح لكي تكون لها رؤية واضحة، ما هي الوزارات التي ستمنح لهذه الكتل، من هم الوزراء الذين سيتبدلون. هذا ولوح نواب من كتل سياسية مختلفة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء في حال عدم شروعه بالإصلاحات الحكومية وبخاصة على المستوى التنفيذي. 3 أيام لا غير هي المهلة التي منحها مجلس النواب إلى رئيس الوزراء على أمل تقديم كابينته الوزارية. يأتي هذا وسط ارتفاع وتيرة المطالب السياسية الرامية إلى الإصلاح. من داخل مجلس النواب، عمر العامري، بلادي الفضائية.